السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أهم تصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن الجزائر خلال ندوته الصحفية الآن قبل إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين. وجاءت في تصريحات رئيس الكاف ما يلي: أشجع زميلي زفزاف على ترشح الجزائر لخلافة غينيا في احتضان كان 2025. الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والبنيات لاستقبال كأس أمم إفريقيا، ونسعى لجعل كأس إفريقيا عالمية. الجزائر بلد رائع حقا، وفي كل مرة يتم استقبالنا بحفاوة. وأضاف رئيس الكاف: الجزائر بلد لديه تاريخ حافل في كرة القدم الإفريقية والعالمية. الشان بالجزائر ستكون فرصة لإظهار جودة كرة القدم الإفريقية للعالم كله. اتخذنا قرارا بفتح الترشيحات للدول الراغبة في احتضان كأس إفريقيا بداية من اليوم السبت. وختم بقوله: من الآن فصاعدا المنافسة القارية ستجرى فقط في مرافق بمقاييس عالمية. كانت هذه تصريحات رئيس الكاف عن الجزائر وعن إمكانية احتضانها لكأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.